وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. خرجت تقارير هذه اليومين عديدة كتقول بأن الجزائر بدأت كتلعب لعبها، كتجيب راجمات الصواريخ تحطهم في الجوار ديال المغرب، تهبط في الجهة الجنوب المغربي، كتحط دبابات وديك اللعبة ديال أنا باغا الحرب، وكتهيئ نفسها. المغرب كذلك مراقب الأوضاع، حتى هو سخن لي المسائل ديالو وحطهم من القرب من الجزائر. درون ما كتسكتش يوميا في المنطقة العازلة، أي واحد زغبوا الله ودخل المنطقة العازلة فغادا تبكي عليه أمه. وحنا غادي نبقاو على نفس المبدأ ديالنا وغنبقاو ثابتين في المبدأ ديالنا، نحن لا نريد الحرب ولكن مستعدون لها إذا فرضت علينا. وكنقولوها وغنبقاو ديما كنقولوها، يا نظام العسكر بالجزائر غير نساو الحلم ديالكم، راه ما عمركم غادي ديروا طلة على المحيط الأطلسي، وما عمركم ما غادي تحققوا الأحلام ديالكم على ظهر الشعب المغربي. فغير نساو أش هادشي يا السي المخرج، اشنو داكشي تما الجزائر حققت في 50 سنة ما لم تحققه امريكا فرنسا والمانيا؟ الرعد، كيفاش في 50 سنة؟ قبل 50 سنة كيفاش؟ هما تأسسوا في 62، داكشي علاش عارفين التاريخ ديالهم، هما ما عندي ما نسالهم. ولكن كيفاش لم تحققه امريكا فرنسا والمانيا؟ ياك ما امريكا هي الجزائر والجزائر هي امريكا، هي دابا حنا مجاورين مع امريكا وما ما عارفينش لا تاريخ لا حاضر لا مستقبل. دوله واقفه غير على التزوير والكذب، وهذه دوله يقودها العسكر. وغادي نوجهوا رساله للسي العربي زعطوط، راك كتخرج على المنطق ديالك وكتحاول تقارن المغرب بالجزائر وكتقارن ما لا يقارن، فبقى ثابت على المبدا ديالك وما تحاولش تنقص من المغرب. لا انت ولا امثالك غادي يقدوا يطيحوا بهذه البلاد اللي العمر ديالها ازيد من 12 قرن. نخليكم مع هذا الفيديو، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. سعيد ما صحة هذه الأنباء لا سيما وأنها صادرة عن وسائل إعلام مغربية؟ مساء الخير، أعتقد بأن الأمور ما بين الجزائر والمغرب تذهب إلى الاتجاه العسكري والخيار السلاح، ذلك أن التقارير تفيد فعلا بأن الجزائر بدأت في الاشتغال في توسعة مطار تندوف ومدرجة بالجهة الغربية للمغرب والشرقية الشرقية للمغرب والغربية للجزائر، ذلك أن حتى الجزائر لم تكتفي بهذا ولكنها استطاعت أن تحط راجمات الصواريخ في أكثر من منطقة من المحبس وفوق تندوف ومدرجة إلى حدود مدينة السعيدية. وفي نفس الوقت أقول لك حتى المغرب أرسل الدرك الحربي، والدرك الحربي له طابع استخباراتي استطلاعاتي من أجل إعداد تقارير ومنحها للجيش المغربي القوات المسلحة الملكية من أجل القيام باللازم والانتشار من المحبس. إلى أي مدى أستاذ السعيد يعني يقلق هذا التعاون العسكري بين روسيا والجزائر المملكة المغربية؟ يقلقها كثيرا، بالإضافة إلى أن روسيا تدعم عسكريا من الأسلحة المتطورة للجزائر، فميليشيات فاغنر الروسية وصلت إلى دول الساحل الصحراء ودخلت إلى مالي ونيجيريا وتشاد، بالإضافة إلى الجزائر، وهي قادمة من أجل تدريب جبهة أعضاء جبهة البوليزاريو. وما توسيع مطار تندوف هو وسيلة لإقامة التدريب والمعسكرات لفاغنر من أجل مساعدة وتدريب أعضاء جبهة البوليزاريو لدى الجزائر. الجزائر الآن تحاول أن تدفع بالبوليزاريو من أجل اندلاع حرب ما بين المغرب والجزائر والبوليزاريو، بينما الجزائر تقف من وراء ولكنها تقف بحذر وعينها على كل الأراضي. أستاذ سعيد، لماذا لا نتوقع أن يعني لا تتخذ الجزائر إجراءات عسكرية في الوقت التي يعني تقوم به المغرب بإجراء مناورات واتفاقات عسكرية عديدة؟ طبعا هذا أمر عادي بالنسبة للمغرب، لأن
عندما تكون دولة معادية مجاورة أكيد أن كل طرف وكل دولة معينة للمغرب والجزائر يحاول كل طرف أن يعد العدة وأن يقيم المتاريس ويقيم الصواريخ من أجل إنذار الطرف الآخر في محاولة المس بوحدته الترابية. الجزائر على أهبة الاستعداد، المغرب على أهبة الاستعداد، وكل كلا الطرفين لن يسكت ولن يقف مكسوف الأيدي، سيما أن الجزائر تتهم المغرب بأنها استقدمت إسرائيل من أجل استفزاز المغرب، لكن المغرب يرد بأن من حقه أن يقيم علاقات واتفاقيات عسكرية مع من يحب من الدول التي يمكن أن تساعد المغرب، وهذا ما يثير العديد من التقارير والبلابل داخل الأوساط العسكرية. وأعتقد أن الأمور إذا لم تهدأ في الآونة الأخيرة سوف تمشي أو تذهب إلى تصعيد عسكري، كما قلت لك سابقا بأن المغرب بدأ يرص راجمات الصواريخ من المحبس تندوف إلى البحر الأبيض المتوسط بمنطقة السعيدية. أستاذ محمد، احنا بقالنا فترة بنتكلم عن أن في توتر شديد في العلاقات الجزائرية المغربية، لكن اليوم جريدة الموند الفرنسية نشرت مقال كبير بتحذر فيه من مخاطر نشوب الحرب بين المغرب والجزائر. لماذا هذا المقال يظهر في هذا الوقت؟ هل هناك أي تحركات غير واضحة بالنسبة لنا، وده اللي دفع الباحث في الموند أنه ينشر خبر بيتكلم فيه عن مخاطر حرب وشيكة بين البلدين؟ الواقع الأمر أن هناك توترات وتورطات، وهذا التوتر أحيانا يتصاعد ويصل إلى حد الاتهامات الشديدة، بل وصل في الصيف الماضي إلى حد أن قامت الجماعة الحاكمة في الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الأجواء على الطائرات المغربية. وقبل ذلك في 94 كان هناك غلق للحدود، وظل البلدين في حقيقة الحدود مغلقة، وحتى فترة قصيرة كانت زياراتها تم بالتأشيرة أيضا. الآن حتى التأشيرة وحتى انتهت يعني. بكل أسف وألم نحن أمام وضعية غريبة جدا. ففي حين أن البلدين يعانين في الاقتصاد، يعانون في أشياء كثيرة خاصة الجزائر في حقيقة السنوات الأخيرة، وفي حين أنه كان ممكن لمنطقة المغرب الكبير أن تصبح لاعب إقليمي لم نقل دولي، وفي حين أنه كان أن فتح الحدود ما بين الدول المغاربية الخمسة يستطيع أن يضيف إلى نقطتين في الدخل الخام ويرفع القدرات الشرائية للمواطنين ويرفع الاقتصادين، فإننا نجد العكس هو الذي يحدث. فمن الجانبين هناك سباق نحو التسلح من الجزائر أكثر، لأن حتى فترة سابقة كان الدخل الجزائري أكثر بكثير، الآن يكاد يتساوى. والحديث أن في المغرب ربما قد يكون العام القادم أنهم سيصرفون ما يعادل 12 مليار دولار على الجيش، وهو تقريبا الذي يصرف على الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة. إذن نحن أمام وضعية مؤلمة جدا، بحيث بدل من هذه الأموال تصرف على الشعوب وعلى الأوطان وعلى البلدان لنهضتها تصرف على الجيوش، وممكن أن تتقاتل هذه الجيوش، وطبعا الرابح الأكبر هم تجار الأسلحة وهم بعض كبار الجنرالات من هنا وهناك. اللي أدى إلى مزيد من التوتر في الحقيقة أيضا حتى نكون منصفين هما موضوعين اثنين. من الجانب الجزائري هو ضغط الحراك الشديد وشعور النظام الحاكم بإمكانية السقوط، وقد وصل إلى مرحلة كاد فيها أن يتهاوى لولا أن الكورونا لعبت دور أساسي في هذا. ومن جانب المغربي تطبيع العلاقات، إعادة تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. هذا النقطتين كلا النظامين مسؤول عليهم، من ناحية المغرب مسؤولين على قضية التطبيع، ومن ناحية الأخرى النظام مسؤول على التصعيد لأنه خاف من وضع داخلي ويريد البحث عن عدو خارجي. هل قضية التطبيع سيئة؟ نعم بكل تأكيد سيئة، وهي ضد المغرب مثل هي ضد الجزائر وضد كل الشعوب المحبة للحرية، إخواننا الفلسطينيين، بل حتى جزء من التراب السوري واللبناني وأماكن أخرى يحتل الكيان الإسرائيلي وهو يتوسع. ضيف إلى ذلك أن الوجود الإسرائيلي لن يكون في خدمة الشعبين، بل سيكون في خدمة إسرائيل وأهدافها سواء التوسعية أو السيطرة التي تريدها على المنطقة ككل.
من ناحية النظام الجزائري مما لا شك فيه أنه يريد تصدير أزمات الداخلية اللي هي مع الشعب الجزائري. عندما يخرج الشعب الجزائري ويطالب الاستقلال، عندما يخرج الشعب الجزائري ويكون تبون مزور جابوه العسكر، عندما يخرج الشعب الجزائري ويكون دولة مدنية والنظام يرفض ذلك ويسجن المئات ويعتقل حقيقة الآلاف ويحاكم بعضهم بينما يضغط على آخرين، كل هذا خلاه يتجه إلى تصعيد الموقف. لكن هناك أشياء موضوعية، أما اللي هو مرفوض حقيقة نحن نعرف أنه ليس صحيح هو اتهامات سخيفة التي صدرت من النظام الجزائري للنظام المغربي بإشعال الحرائق في الجزائر أو بدعمه لحركتين بما فيهم حركة رشاد. التحركات الخاصة بالدرك الحربي المغربي ماذا تمثل وما هي الخطورة اللي بتشكلها واللي جعل الجزائر يرد بأن يعني أصبح لدى المغاربة يقين بأن الجزائر سترد بضربة قوية؟ شوفي، قضية الحرب ليست في أيدي الجنرالات لا في الجزائر ولا في المغرب. قضية في الحرب هي في يد القوى الكبرى. هناك من القوى الكبرى وحتى القوى الإقليمية من يحرض على الحرب وهناك من لا يريدها. وهنا المهم جدا في الموضوع. للأسف كلا النظامين ضعيف، نظام جزائري أضعف بكثير بمستويات متعددة، أهمها أنه يدخل في صدام مع شعبه وفي صدام صريح. لكن حتى النظام المغربي لو نظرنا مثلا للدخل الخام الجزائري والمغربي كلاهما لا يشكل إلا أقل من 7% من دخل بلد مثل ألمانيا أو أقل من 5% من دخل مثل اليابان على سبيل المثال. تخيل يعني بكل مساحة بأكثر من بحوالي 90 مليون مغربي وجزائري والأوضاع سيئة. أما الدخل مقارنة مع أمريكا فهو 1.5%. القرار الذين يريدون الحرب في بين البلدين هم أولا الإمارات والكيان الإسرائيلي وإلى حد ما روسيا. عندما نقول الإمارات في الغالب معهم بن سلمان أيضا، يعني السعودية والإمارات. ما الذين لا يريدون الحرب هم الدول الأوروبية إجمالا، خاصة فرنسا إيطاليا وإسبانيا وإلى حد ما الولايات المتحدة، لأنهم يعرفون أن حرب بين الجزائر والمغرب إذا كانت ثورة سوريا دفعت بأكثر من مليون سوري إلى أوروبا فإن حرب بين البلدين قد تدفع بعشرة مليون مغاربي جزائري ومغربي إلى أوروبا أقل شيء. والمغرب والجزائر، المغرب على بعد 14 كيلومتر على الحدود الأوروبية والجزائر لا تزيد عن 200 كيلومتر. وأنت تعرف المآسي بتاع الناس اللي يموتوا في البحر نتيجة للهروب الآن، هذا هروب ما زال يعتبر هروب صغير. لكن إذا حدثت حرب سيكون هناك هروب يقينا بعشرات الآلاف إن لم يكن بمئات الآلاف والملايين. فهؤلاء إذا هذه الدول تخشى من أن إذا جاءتها هجمة بالملايين من المهاجرين قد يؤدي إلى زعزعة أوروبا كلها. ونحن نعرف أن اليمين المتطرف صعد تصاعد رهيب بعد 2016 خاصة مع المليون سوري في أوروبا. طب وفين الدور العربي؟ يعني فين الدور العربي المخالف؟ أنا مش بتكلم على الإمارات ورغبتها طبعا في تفتيت الدول الكبرى، بتكلم على باقي الدول العربية، على جامعة الدول العربية. ما هل ما تمش مثلا أي محاولة لحل الخلاف، لوجود مساحة مشتركة للجوء إلى طاولة المفاوضات بين البلدين؟ لا ما فيش. هو صراحة لأن الأنظمة العربية عموما إجمالا يعني استثناءات بسيطة جدا إما تذبح في شعوبها أو تذبح في الشعوب العربية المجاورة يعني. كان في حديث أن السعوديين قالوا أنهم سيجرون وساطة بين النظامين، لكن النظام الجزائري ردها بنوع من الوقاحة، ولذلك السعوديين غاضبين جدا وذهبوا إلى، كانوا دائما يدعمون المغرب في قضية الصحراء، لكن أصبح الدعم الآن علني. عندما نقول السعوديين تقريبا في هذه القضية الدول الخليجية كلها تمشي وراء السعودية يعني في هذا الموضوع. ولذلك أنا أتوقع في حديث على أن تكون هناك قمة عربية في الجزائر في شهر مارس، لكن أنا أتوقع أنها لن تتم هذه القمة لأن هناك غضب من النظام الجزائري بعد أن تعامل بنوع من الوقاحة مع المطلب السعودي. بالرغم من أن المطلب السعودي يقينا في قناعتي أنه لا يريد إصلاح بين البلدين، أنا أعتقد أن النظام السعودي مثل النظام الإماراتي بشكل خاص يريدون تفتيت المنطقة، مثل ما فتتوا المشرق العربي يريدون تفتيت المنطقة المغاربية. الآن في الدور الروسي والإسرائيلي، الروسي لماذا؟ لأن الروس يريدون أن يردوا
بعض الصفعات الذين تلقوها في بولندا أو في دول بلطيق أو في أوكرانيا حتى يريدون أن يردوا بعض الصفعات للغربيين، وإذا ما تواجدوا في الجزائر، هم علاقات طبعا في علاقات عسكرية قوية ما بين النظام الجزائري والروسي، إذا ما تواجدوا في الجزائر فهذا مزعج جدا للغرب، فهم يريدون هذه الحرب. أما بالنسبة لإسرائيل فبطبيعة الحال إذا ما كانت هناك حرب فالنظام المغربي سيعتمد عليها بشدة، وبالتالي تصبح هي صاحبة القرار إلى حد كبير، مثل ما هي اليوم سوريا وإيران، روسيا وإيران هم صاحبتا القرار في سوريا. طب الدبلوماسية الجزائرية والدبلوماسية المغربية، يعني أين دورها في هذا الخلاف وازدياده في الفترة الأخيرة بشكل واضح؟ يعني تحول الموضوع إلى عداء مش بس خلاف. الدبلوماسية الجزائرية انتهت منذ 92 تقريبا، وأنا كنت يومها دبلوماسي وشهدت هذه النهاية المريرة، يعني بعدما قام الانقلاب العسكري وحدثت مجازر واغتيالات وكان نظام ضعيف جدا، وأي بلد تقوم فيه قلاقل داخلية تكون أوتوماتيكيا آليا تكون دبلوماسية ضعيفة، هذا مثلا هو الوضع المصري اليوم مثلا ووضع أخرى مشابهة. بالنسبة للمغرب بكل تأكيد أنه كان وضع دبلوماسي أفضل وحقق بعض النجاحات على المستوى الدبلوماسي، خاصة بعودته إلى الاتحاد الإفريقي، بل حتى بدعمه بالوجود الإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي، وحقق في أشياء أخرى. لكن يبقى أنه حتى هذا الانتصار في النهاية هو انتصار على من؟ يعني لو انتصر غدا النظام الجزائري على المغربي أو المغربي على الجزائري، هو قتل للإخوة، هو قتل للأشقاء، هو قتل، نحن شعب واحد تفصلنا السدود والحدود، وهناك من يضخم هذه الخصومات. المنطق يقول أن يكون هناك نقاش عقلاني لحل كل الإشكالات بما فيها قضية الصحراء وبما فيها قضايا أخرى ليست فقط قضية الصحراء، وأن يكون الهدف في النهاية هو بناء دولة مغاربية وعلى الأقل اتحاد مغاربي. للأسف لسنا في هذا الوضع، خاصة من الناحية الجزائرية هناك عصابة تحكم البلاد. يعني ما فيش رغبة حقيقية عند الجانب الجزائري لحل الخلاف مع المغرب، أفهم من كلام حضرتك كده؟ إطلاقا في الوضع الراهن، لأن هذا الوضع يخدم نظرية إذا لم يكن لك عدوا فاصنع، كما كان ماكيافيلي يوصي الأمير قبل 500 سنة، فهم قضية صناعة العدو مثل ما كانت صناعة مجموعات مسلحة، أضيف لها صناعة العدو الخارجي، عدو داخلي ثم عدو خارجي، يخلي القبضة تشتد ويخلي يقنع بعض الناس أو على الأقل يبرر السياسات الرعناء والفاشلة جدا اللي يقوم بها الجنرالات اليوم، بما فيها سجن بعضهم البعض. يعني فيه أكبر جنرال تم سجنه، ثالث أكبر جنرال في البلاد تم سجنه هذه الأيام، اللي طاح به الشهر الماضي وسجن هذه الأيام، لأن الاتهام الذي وجه له أنه لم يكن متحمسا من بين الاتهامات للتخاصم او للخصومه مع المغرب. اذا نحن في هناك في الجزائر اليوم اكثر من 34 جنرال، كبار الجنرالات في السجن. هذا لا يحدث، ليس لا يوجد هذا الواقع في اي بلد في العالم، بمعنى اننا امام مجموعه تاهت تماما وفقدت البوصله تماما وراحت تضرب خط عشواء في كل الاتجاهات. توقعات حضرتك للفترة القادمة إيه؟ هل هيكون في مزيد من التوتر في العلاقات وحدة التصريحات، أم ممكن يكون في حالة من السكون بين البلدين؟ كل شيء مفتوح، يعني في الحقيقة كل احتمالات ممكنة، يبقى على أوضاع ومتغيرات متعددة في الداخل وفي الخارج. إذا نجح الشعب الجزائري وعاد حراكه وعاد مسيرته ونجح في إضعاف التنشئة العسكرية التي تتحكم فيه، فنحن نتجه بكل تأكيد إلى وضع أكثر تسالما وأكثر أمنا في المنطقة، بالرغم من أن الجزائر ستمر بحالة من المخاض الشديد وقد يدوم سنوات. لكن إذا لم ينجح الشعب الجزائري في هذا فكل احتمالات ممكنة. أيضا إذا كانت الضغوطات الإسرائيلية والإماراتية شديدة على النظام المغربي ودفعوه دفع للحرب سواء كرد فعل أو كبداية، فإن هذا أيضا سيء جدا ويفتح الجحيم على المنطقة. مع ذلك لازالت قناعتي أن قضية الحرب هي في أيدي القوة الكبرى وليست في أيدي النظامين بحد ذاته. أستاذ محمد العربي زيتوت، عايز أسأل حضرتك سؤال. هو الحراك الجزائري توقف ليه؟ يعني احنا شفنا في الفترة السابقة كان في حراك أسبوعي، كان في مطالب للطلبة لبعض الفئات العمالية المختلفة كانت بتطالب بتحسين أوضاعها بشكل كبير، لماذا توقف
التظاهرات وتوقف يعني مطالب الشعب الجزائري؟ لسببين أو لثلاث أسباب رئيسية. سبب أول هو الكورونا. الكورونا أضعفت الحراك كثيرا لأنها بطبيعة الحال أمام العالم أجمع لم يكن ممكنا أن يخرج الناس كما كانوا بمئات الآلاف العاصمة وعشرات الآلاف المدن الأخرى والآلاف. ثم جاء بعد ذلك سبب ثاني وهو أن النظام قام بعملية الصدمة والرعب نفذها في الصيف الماضي بحيث قطع الأكسجين على مئات المستشفيات ومات آلاف الناس نتيجة نقص الأكسجين، بس إلى ذلك الحرائق التي كانت أيضا، واللي نحن الآن عندنا قناعة كاملة بل هناك أدلة على أن جزء من هذه الحرائق كان وراءها أجهزة المخابرات. فالحرائق كانت في منطقة أساسية للحراك أيضا وقلب الحراك، وضرب بصدمة عنيفة جدا بحيث مات الناس، والناس كانت تشاهد أسرهم وأهاليهم وأغنامهم وأشجارهم تحرق أمامهم، فكانت صدمة عنيفة جدا. الأمر الثالث هناك رعب عارم وهو تطبيق الوصفة السيساوية المصرية في الجزائر. هناك رعب عارم، هناك خطف للناس، هناك اعتقالات، هناك اتهام بالإرهاب، فكل هذا خلى الوضع الآن. لكن قناعتي أنه مثل ما حدث العام الماضي في مارس 2020 توقف الحراك نتيجة الكورونا ثم عاد في فبراير 2021، توقف الآن في الصيف نتيجة لكل هذه الأحداث والتراكمات، قناعتي أنه سيعود. يعني ليس هناك شعب جزائري يعرف أن بدون حراك سنذهب إلى ثورة جياع وقد نذهب إلى فوضى عارمة جدا. ولذلك الحراك في الحقيقة هو نجاة للشعب كما هو للدولة كما هو حتى لهؤلاء السفهاء الذين يحكمون البلاد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلوا من جديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.